يسرى وآلاء ووالدتهما، أسرة صغيرة لكنها كبيرة بأفكارها ومشروعها المميز، أغذية صحية من أرض بلادنا الخصبة. من هنا جاءت فكرة مشروعهن الذي أسميناه بيت الصحة، حيث يقمن بصناعة أغذية صحية بزيوت غير مهدرجة وبسكر نباتي، وذلك لتعميم مفهوم الغذاء الصحي لحياة صحية أفضل. احنا يعني الحمد لله، الله بارك لنا في بلادنا ان عندنا يعني مناخات متعددة، فبتجي عندنا المحاصيل في اوقات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، والذي يعني شوية بيخلينا نحزن انه هذا المحاصيل ما بيتمش استثمارها بشكل صحيح، وبنضطر احنا نستورد مع انه الخير كله موجود. فكانت الفكرة ان احنا ليش ما بنعمل حاجة من حقنا وتكون صحية ومنافسة للشيء اللي بنستورده، لانه الحمد لله الله انعم علينا بانه محاصيلنا تعتبر من اجود انواع المحاصيل الموجودة، يعني على مستوى ممكن نقول حتى العالم. بدأت الفكرة، طبعا امي الله يحفظهم هم اللي بدأوا المشروع وفكرتهم، واحنا في البيت يعني باختلاف توجهاتنا ساعدناهم جدا في هذا الموضوع. كل من منا مسك جانب على اساس انه يخرج المنتج هذا بالشكل الذي يعني يخلينا نشتري، واحنا يعني نشتري المنتج او نستخدم هذا المنتج واحنا مثل ما يقولوا مرتاحين ومش قلقين، لا كم جلس تخزينه، لا مثلا في مواد حافظه، كل المواد اللي بنستخدمها بتكون طبيعيه صحيه. اساسا المشروع هو اكتفاء والحد من الاستيراد، ونحرك العملة المحلية فيما بيننا، وإيجاد أيدي عاملة. ما يميز مشروعنا أنه خالي من المواد الحافظة وطبيعي، يعني 100%، فيعني لا منكهات ولا مواد حافظة ولا شيء، وبيكون تقريبا طازج يعني. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا، لجأت الكثير من الأسر إلى ابتكار مشاريع منزلية خاصة بها لتوفير احتياجاتها بالعمل عبر مشروعها الخاص. وهذا ما قامت به هذه الأسرة، حيث يقمن بصناعة منتجات غذائية عدة من خيرات بلادنا، مثل زبدة الفول السوداني والمخللات ومربى الفراولة والكركديه وغيرها. أجمل ما في مشروعنا أن إحنا كلنا تقريبا في البيت نفسه، يعني وأسرة بتتعاون في إنتاج هذا المنتج، هذا اللي كان بيميزنا. وبه طبعا مثل أي مشروع في إيجابيات وفي أشياء بنلاقيها شوية صعوبات، لأن عاد إحنا في البداية كان من أهم الصعوبات أن إحنا الفكرة إن إحنا نشتري منتجنا يكون 100% محلي. فمن أكثر الأشياء اللي واجهناها أن إحنا ما لقيناش العلب الزجاج المحلية الذي من عندنا، على اساس يكتمل فكره المشروع يكون المنتج حقنا صحي 100%، ونشتري تعليب زجاج. هذا من الاشياء التي واجهناها جدا بصعوبه، غير انه في بلادنا لا زال شويه الخبرات في التصنيع الغذائي ما بتواجدش بكثره كدورات متقدمه، يعني كخبرات، كاجهزه، كالات ومعدات، فبيضطر واحد انه لا زال يشتي يبحث من الخارج. وهذا بيعمل لنا في الوقت اللي احنا فيه الان صعوبه السفر والتواصل مع الخارج، بيعمل لنا مشكله يعني بسيطه، وان شاء الله احنا نقدر نتجاوزها. مفهوم الغذاء الصحي الخالي من المواد الحافظه والمضره باجسامنا هو اساس فكره بيت الصحه، الذي يسعى الى ادخال الغذاء الصحي لكل منزل يمني، وفي الوقت ذاته يوفر دخلا للأسرة المنتجة لتحسين دخلها والوصول بها إلى الاكتفاء الذاتي. وتطمح هذه الأسرة الناجحة إلى إنشاء معمل للمنتجات المحلية الصحية لننعم بخيرات أرضنا وبلادنا.